الرحمن الرحيم. دعني نبدأ بالشكر الجزيل لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمه مدى محدود للرياضة وبشكل خاص للاتحاد العربي. اليوم لولا الله ثم هذا الدعم لما تحققت هذه الإنجازات وهذه الظاهرة المتميزة التي شهدناها في استضافة بطولة غالية علينا جميعا تحمل اسم غالي علينا جميعا مولاي خادم الحرمين الشريفين. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع إلى مزيد من النجاح في البطولات العربية القادمة. كلمة سموك عن النهائي العربي المرتقب. والله أتوقع الجميع مرتقب هذا النهائي وسعيد طبعا بشكل شخصي بتواجد ناديين سعوديين، ولكن مشاهدة البطولة بشكل عام والمنافسة التي قامت كل الأندية شاركت بكل جهد، رغم أنها بطولة تعتبر ودية لكن نافسوا بشكل جدي في هذه البطولة. وأتمنى التوفيق لجميع الأندية والمنتخبات العربية إن شاء الله. سمح لي